مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لعب 12 والشرقية وحلقة جديدة، وبالتأكيد محور رياضي مهم نتحدث به يخص الشارع الرياضي العراقي. فاصل قصير ومن بعده نبدأ الحديث. كل الحديث هذه الأيام عن المنتخب الأولمبي العراقي والعمل اللي يقوم به الجهاز الفني واللاعبين في سبيل التحضير بشكل مكثف للنهائيات الأولمبية الآسيوية المقبلة مطلع السنة الجاية، الشهر الأول من السنة الجاية، وبالتأكيد المؤهلة بدورها إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بال 2016. المنتخب الأولمبي تدرب في أربيل ويتحضر لهذا المعسكر بشكل مكثف، وأيضا للذهاب إلى معسكر خارجي قبيل البطولة والوصول إلى الجاهزية التامة. كثير من علامات الاستفهام، الكثير من الحديث والكثير من الكلام عن هذه التحضيرات، هذه الاستعدادات، نوعية اللاعبين، كلها راح نتابعها بحلقة اليوم من اللاعب 12، بها الكثير من التقارير والتصاريح واللقاءات اللي أجريناها مع أعضاء الجهاز الفني ومدربينا، وأيضا ضيفنا اللي راح يكون متواجد معنا بعد قليل إن شاء الله من أربيل، زيد السراجي اللي كتب لنا هذا التقرير، والزميل أمجاد ناصر اللي كان متواجد في تدريبات المنتخب الأولمبي في أربيل وافونا بهذا التقرير. نتابع. بعد إقامته لمعسكر تدريبي بالمدينة الرياضية في البصرة، شرع منتخب العراق الأولمبي بكرة القدم بالدخول أيضا في مرحلة إعداد جديدة مقرها مدينة أربيل شمال العراق، وسيعقب ذلك طبعا السفر خارجه والعسكرة في دولة الإمارات مع خوض لقاء ودي ضد المضيف، ويأتي كل ذلك استعدادا للتصفيات والتي وضعت الفريق العراقي إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وأوزبكستان واليمن، حيث ستنطلق ما بين 12 وحتى 30 من شهر كانون الثاني القادم، وسيوضع أولمبي العراق تحت مسؤولية كبيرة وهو يحمل إرثا جيدا في هذه الفئة، والتي سبق له أن فاز بلقب منتخبات آسيا الأخيرة التي أقيمت في سلطنة عمان، والحصول على المركز الرابع في أولمبيات أثينا عام 2004 كإنجاز غير مسبوق، ناهيك عن ذهبية يودلهي وفضية الدوحة في دورات الألعاب الآسيوية. زيد السراج للاعب 12. إذن الخطوة الأولى انطلقت أصدقاء المشاهدين، المنتخب الأولمبي يتدرب بأربيل، بعدها يذهب إلى دبي، ومن ثم على بركة الله ندخل بالنهائيات. هذه المرة يعني البطولة الأولى كانت غير مؤهلة، الآن النهائيات مؤهلة وأصبحت لها أهمية كبيرة وكبيرة جدا. خلونا أنا وأنتم أصدقائي نرحب بضيفنا القدير نجم الكرة العراقية اللي يعمل أيضا كمدرب الآن للمنتخب الأولمبي العراقي، الكابتن حيدر جبار اللي ينضم إلينا من أربيل. كابتن حيدر، بداية دائما سعداء جدا بتواجدك ويانا باللاعب 12، دائما تشرفنا وتنورنا، وبالتأكيد العمل الآن مع المنتخب الأولمبي يعني بمسؤولية كبيرة، وأنا أشكرك الشكر الجزيل، وأشكر طبعا الكابتن القدير عبد الغني شهد اللي رغم التزامكم اليوم بمباراة لكن سمح لكم انه يعني سمح لك تجينا من المباراة وتنضم لنا في هذه الحلقة. كابتن حيدر، يعني بالتأكيد العمل طويل والعمل صعب، لكن الخطوة الأولى معسكر أربيل، انتم كجهاز فني ما زلتوا بالتوقيتات الصحيحة للمنهاج اللي وضعتوه لإعداد منتخبنا الأولمبي لهذه النهائيات؟ مسي عليك كابتن فيان، مسي على كل مشاهدي قناة الشرقية، وأنا يعني سعيد جدا بتواجدي من خلال برنامجكم المميز، برنامج اللاعب رقم 12. الله يسلمك. بالحقيقة يعني من يوم الأحد الماضي يعني احنا عملنا معسكر ثاني أو تجمع ثاني في محافظة أربيل، وهذا التجمع بالنسبة لنا هو تجمع للاعبين، يعني يكونون اللاعبين قريبين علينا من خلال يعني عمل بعض التدريبات الخفيفة خلال هذه الفترة وتجمع اللاعبين. عملنا معسكر خلال الفترة الأولى في محافظة البصرة في ملعب جذع النخلة، فقدرنا أن نلعب مباراتين تجريبية مع فريق نفط ميسان،
والحمد لله والشكر تولدت الكادر التدريبي المتمثله بالكابتن عبد الغني شهد، انه عندنا كانت رؤيه على بعض اللاعبين وعلى مستويات اللاعبين من خلال قدراتهم البدنيه وقدراتهم الفنيه، فتكون للكادر التدريبي بعض القناعه ببعض اللاعبين وعدم القناعه ببعض اللاعبين. والان احنا في محافظه اربيل يعني تجمع اللاعبين خلال هذه الفتره، فتره تقريبا اسبوع في محافظه اربيل، وان شاء الله غدا متوجهين الى دبي اللي راح يكون هذا المعسكر المهم والاهم للمنتخب. كابتن، يعني بدات تتوضح لكم صوره الفريق، صوره اللاعبين، نعرف اكو لاعبين الان بالمنتخب الوطني يعني من المؤمل انه يلتحقون، لكن بدات تتوضح صوره الفريق من الناحيه الفنيه، من الناحيه النفسية، من الناحية البدنية، بديتوا تشوفون الفريق الآن بصورة أوضح قبل المغادرة إلى دبي باكر إن شاء الله بالسلامة؟ أكيد كابتن فيان، إحنا عندنا رؤية يعني واضحة على كل اللاعبين من خلال مشاهدتنا إلى مباريات الدوري، يعني حتى ممكن في بغداد وحتى في المحافظات، يعني الكابتن عبد الغني شهد قام بتوزيع الكادر التدريبي على الملاعب، وقدرنا من خلال هذه الفترة أن يعني نوجه الدعوه لعدد كبير من اللاعبين اللي كانوا في انديه الدوري واللي برزوا مع انديتهم ويقدموا مستويات جيده، والان ان شاء الله راح نشاهد لاعبين هم لاعبين جدد يعني واضافات جدد الى المنتخب الاولمبي. طيب كابتن، اتمنى تظل ويانا، بالتاكيد اصدقائي طبعا شكر جزيل للزميل امجاد ناصر اللي كان مرافق للوحدات التدريبيه للمنتخب الاولمبي في اربيل، وبالتاكيد عندنا هذا التصريح ومجموعه تصاريح للاعبين ومدربين بخصوص المنتخب الاولمبي، نستمع له الكابتن عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب الاولمبي، نتابع. هذا التجمع يعني في اربيل تم الغاء بسبب الظروف الجويه، وايضا فوجئنا بإقامة بطولة الكأس اللي كان من المفترض أن نلعب مباراة تجريبية مع نادي أربيل، تم تحويلها إلى دولة الإمارات. لحد الآن مأمنين مباراة واحدة مع منتخب الإمارات، يتم التنسيق في اليومين القادمين إن شاء الله على إجراء مباريات أخرى اللي نطمح لها أن تكون على مستوى فني عالي لكي نتوصل إلى التشكيل النهائي والوصول إلى الجاهزية الفنية بواقعية. راح يكون معنا يلتحقون اللاعبين اللي الان هم في المنتخب الوطني بعد مباراه تايوان، وان شاء الله نقول القادم افضل ان شاء الله. نعم، هل تم اشراك لاعبين جدد او يعني هناك لاعبين محترفين بالمنتخب؟ نعم، اغلب اللاعبين هم يعني هم اللاعبين الجدد، اللاعبين سواء اللاعبين المغتربين او اللاعبين اللي يكونون لاول مره في المنتخب الاولمبي، لكن احنا لحد الان ما واصلين للتشكيل النهائي، كون انه لم يعني نلعب اي مباراه تجريبيه لحد الان باستثناءات قليله جدا لا تلبي الطموحات. ان شاء الله خلال هذا المعسكر نصل الى التشكيل النهائي وتكون هناك فرصه للتنافس بين اللاعبين يعني للحصول على انه يكون هو ضمن التشكيل النهائي. المستوى اللياقه ومستوى التدريب الان، يعني اللاعبين الان هم داخلين في دوري في منافسات دوري، اكيد الجانب البدني يكون على يعني بمستوى جيد. اذا تابعنا كلام الكابتن عبد الغني شهد، نرجع لضيفنا الكابتن حيدر جبار من اربيل. كابتن حيدر، يعني المغادره غدا الى دبي ان شاء الله، ومعرف منهاج دبي نحب يعني نعرفه من حضرتك، اذا ما تضمن اي مباراه يعني ثبتت بموعد، مباريات وديه، مباريات تجريبيه، وبعد معسكر دبي كيف راح يكون الوضع؟ نتمنى نسمع منك. نعم، ان شاء الله كابتن غدا متوجهين الى دبي. نعم، لعمل معسكر تدريبي لفتره يمكن تقريبا 14 يوم. راح يتخلل هذا المعسكر اكيد تدريبات يعني صباحيه ومسائيه يعني من خلال الكادر التدريبي. تامل لحد الان مباراه واحده يعني. نعم، اللي وصلنا ان مباراه يوم 24 شهر ان شاء الله مع منتخب الامارات في دبي، وان شاء الله عندنا يعني مع منتخبات خليجيه، اتوقع يعني منتخبات السعوديه متواجدين في دبي. نعم، ان شاء الله يعني الاخوان يعملون لنا مباراه ثانيه او يعني ثلاث مباريات على الاقل، يعني هذا المعسكر احنا نحتاج به اكثر شيء المباريات، على مود يقول التنافس بين اللاعبين، ويعني على مود كل لاعب ياخذ يعني فرصته الحقيقيه في من خلال هذا المعسكر، ويتبين الشكل الحقيقي ويعني التشكيلة المناسبة للمنتخب الأولمبي اللي راح تخوض النهايات إن شاء الله في قطر. كابتن، المعسكر 14 يوم ومثبت فقط مباراة الإمارات، وبالانتظار تروحون هناك تشوفون أي منتخب
آخر تلعبون وياه. طيب يعني لاعبين لاعبين منتخب الأولمبي الموجودين بالمنتخب الوطني يعني راح يلتحقون يلحقون على المعسكر، ما أعرف شو راح تكون الآلية، وضح لنا إياها. إن شاء الله يوم 17 مباراة المنتخب الوطني. نعم. يوم إن شاء الله 19 الشهر راح يلتحقون اللاعبين صباحاً، راح يلتحقون في معسكر دبي. نعم. راح يكونون متواجدين تقريبا يعني 8 لاعبين هم متواجدين مع المنتخب الوطني، هؤلاء اللاعبين راح يكونون متواجدين اكيد معانا ان شاء الله في المعسكر. طيب كابتن، الحديث عن استدعاءات جديده ومن ضمنها استدعاءات للاعبين المحترفين باوروبا اللي يعني بالتاكيد يلعبون مع المنتخب الاولمبي، تابعتوا مثلا اللاعب ريبين اسعد غير اللاعبين اللي انضموا الى المنتخب شيركو، يعني هذول اللاعبين كيف كانت قناعاتكم بها، راح يستمرون وياكم ام لا؟ والله ان شاء الله يعني هم اللاعبين الان متواجدين معنا في المعسكر، اللاعب ريبين واللاعب شيركو كريم. نعم. لاعبين يعني محترفين ولاعبين جيدين ومتواجدين الان مع المنتخب الاولمبي، وان شاء الله نتمنى لهم احنا ككادر تدريبي ان شاء الله مع زملائهم اللاعبين الباقيين انه يتوفقوا مع الفريق وان يقدموا المستويات وتكون المنافسه ان شاء الله منافسه شريفه مع كل اللاعبين، وان شاء الله يعني احنا ككادر دائما داعمين لهؤلاء اللاعبين لان هذول حصلوا على قناعاتكم كابتن، اخوانهم اللاعبين كابتن حصلوا على قناعاتكم يعني هذول. نعم. اللاعبين راح يبقون مع الفريق كابتن، احنا الان في بدايه معسكرنا. نعم. بصراحه يعني الان احنا تجمع في اربيل بدايه. نعم. المعسكر عندنا مباريات قلت لك في دبي، يعني ان شاء الله قلت لك مباراتين الى ثلاث مباريات ان شاء الله راح تصير في دبي، من خلال هذا المعسكر اكيد راح يبين مستويات اللاعبين، واحنا ككادر تدريبي يعني سبق ان تكلمت معك في هذا الموضوع، انا اتمنى. نعم. لهم اللاعبين بصراحه الكل نتمنى لهم ان شاء الله الموفقيه والنجاح. طيب كابتن، اكو لاعبين يلعبون بانديه مو محليه وبالتالي ذولا لازم يرجعون بعد الفيفا ويك، شلون راح ترتبون هذا الامر؟ هذا الامر والله يعني عندنا سيف سلمان، اللاعب سيف في الدوري السعودي. زين. سيف سلمان في الدوري السعودي عنده يوم ان شاء الله يعني وعدنا انه راح يخلص يعني ورا يوم 20 بالشهر ان شاء الله راح يذهب في السعوديه لان عنده مباراه في الدوري. نعم. السعودي، وواعدين الاخوان في ناديه انه ممكن يقدرون يطوا اجازه الى فتره المعسكر مالتنا ان شاء الله. بس سيف عندنا شيركو، عندنا ريبين ايضا مرتبطين بانديه اوروبيه، ما يعني ما هم لحد الان اللي وصل لنا انه سيف يعني انه موافقه مبدئيه من ناديه انه يقدر يعني يبقى، لكن الاخوان شيركو واللاعب ريبين لحد الان يعني ما وصل لنا فشيء رسمي انه انديتهم تقدر تعطيهم. طيب كابتن، اتمنى تبقى ويانا مجموعه ايضا من المختصين مدربين المنتخبات الوطنيه وايضا لاعبين المنتخب الاولمبي، تحدثوا عن تحضير الفريق واستعداداته للقادم من الاستحقاقات طبعا بشهر واحد من السنه الجايه. نتابع. الحمد لله وشكر، يعني اعتقد الاجواء هنا باربيل وملاعب اربيل والاداره تعاونت مع المنتخب الاولمبي، واعتقد يعني اجواء لطيفه وجميله، مجموعه لاعبين جيدين كلهم بارزين في انديتهم، مدرب قدير مساعدين ككادر تدريبي كادر رائع، واتمنى لهم كل الموفقيه ان شاء الله، خاصه عندنا هالسنه يعني اعتقد المجموعه اعتقد راح تكون يمكن من تعيد بريق ذاك الفريق اللي مجموعه يونس محمود وعماد محمد ونشأت، وان شاء الله اعتقد هالمجموعه تعيد ذيك نجد بها ان شاء الله بشرة خير للمنتخب السابق. اكيد يعني انا بقراءاتي ويعني نشاهد اللاعبين واللاعبين بالدوري اعتقد راح يكون لهم شان، اعتقد اغلبهم راح يكونون رافد للمنتخب الوطني. مثل ما تعرف استعدادات اعداد تدريبيه كل وحده تدريبيه باليوم على ملعب فرنسا حريري الثاني، فان شاء الله الشباب كلهم عازمين على تحقيق انجاز يرضي الشعب العراقي والجمهور العراقي اللي يساند المنتخب دائما، وان شاء الله من الله التوفيق. اذا اصدقائي نرجع للكابتن حيدر. كابتن، يعني معسكر دبي هو الخطوه الاخيره للتحضير الاستعداد وبعد تدخلون النهائيات. لا كابتن، ان شاء الله عندنا معسكر ثاني. نعم. باذن الله تعالى
في دبي خلال الفترة، يعني تقريبا عندنا 20 يوم إن شاء الله هاي الفترة راح نقضيها، عندنا فترة اللي يرجعون اللاعبين إلى أنديتهم. طيب. ويلعبون مباريات الدوري، يعني يكملون مباريات الدوري كم دور في العراق، ومن ثم يكون عندنا فترة يعني جيدة أنا أعتبرها فترة تقريبا 20 إلى 25 يوم راح نعمل معسكر تدريبي نهائي ثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. تتخللها بعض المباريات التجريبية مع منتخبات قوية، ومن ثم يعني السفر إلى الدوحة لخوض غمار. زين كابتن، شهر الواحد البطولة، والبطولة من 12 إلى 30، حسمتوا أمر تفرغ اللاعبين المحليين اللي عندنا مشاكل وياهم، هذا يعني مشاكل مع الأندية ما تنطيهم دوري، ما أعرف شنو التفصيل، وأيضا مشاكل بالنسبة لالتحاق اللاعبين المحترفين. يعني اكيد هم يعني الاتحاد اكيد عامل وحاط في منهاجه انه خلال هذه الفتره عندنا مشاركه مهمه، وهي تعرف كابتن فياني. نعم. النهائيات الاولمبيه هي كاس العالم الثانيه تعتبر. طبعا. خلال يعني من خلال الرؤيه وخلال المشاهده يعني انه يعني كاس عالم ثانيه هي هاي النهائيات الاولمبيه، اكيد راح تكون عندنا من خلال الاتحاد العراقي، اكيد راح يفرغ لنا اللاعبين و يكونون اللاعبين دائما متواجدين معنا مع المنتخب، لان تعرف احنا هذا دائما يكون المعسكر الاخير والبروفه الاخيره. يعني حليتوها كابتن، وصلتوا الى حل مهمه كابتن، حليتوها انتم كجهاز فني، قعدتوا ويا الاتحاد، قعدتوا ويا مدير الفريق، قلتوا له يابا احنا يعني هاي البطوله بعد لها شهر، اكثر من شهر، نريد نخطط من الان ونريح بالنا، قعدتوا سويتوا حل لهذه المشكله، اتفقتوا مع الانديه لو تاركيها لاخر يوم يومين وتقب العطاء مثل ما نقول. كابتن احنا تعرف احنا منهاج، اكيد الكابتن عبد الغني الشهيد وضع منهاج يعني من خلال يعني فتره استلام المنتخب الاولمبي، وهذا المنهاج موجود ومقدم للاتحاد العراقي، وعنده رؤيه على المباريات وعلى المعسكرات اللي خضناها من خلال تدرجنا، قلت لك معسكر البصره ومعسكر اربيل، والان طيب. في دبي، وعدنا معسكر ثاني اخير في دبي، اكيد عنده في في في, في الاتحاد العراقي عنده رؤيه وعنده درايه في منهاج الكابتن عبد الغني. يعني انه اللاعبين اللي وياكم الان في معسكر دبي وبعده بالمعسكر الثاني، وفي النهائيات ما راح يصير عليهم مشكله، احنا هذا اللي نريد نطمن عليه ونريد نحكي قبل فتره مناسبه، حتى انتم كجهاز فني والاتحاد والانديه يكون عندهم علم، يا ترى اكو بطوله مهمه ولازم قبلها معسكر، فلازم التعاون من كل الانديه حتى ينحل الموضوع بدون اي مشاكل. اكيد كابتن فيان، يعني احنا المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني وكل المنتخبات الوطنيه هي الانديه العراقيه دائما ما هي متعاونه مع المنتخبات بكل صراحه، يعني حتى الان اللاعبين المتواجدين معنا في المنتخب الاولمبي يعني الانديه ما بخلت في موضوع يعني بعث اللاعبين الى المنتخب الاولمبي، لان تعرف احنا عندنا مهمه وطنيه خلال هذه الفتره. طيب كابتن، خلينا اكو شويه بعض التساؤلات بالشارع الرياضي العراقي عن اللاعبين، اول التساؤل هو بخصوص عبد القادر طارق، هذا المهاجم الشاب الكبير اللي يعني الكبير باهدافه، الكبير بادائه، وبالتالي نتمنى له كل الصحه والسلامه واستمرار التالق. فقدنا عبد القادر طارق لاسباب اداريه، اكو امل تنحل مشكلته؟ والله ان شاء الله يعني كابتن فيان، هو عبد القادر قلت يعني سبقتني بالحديث عنده مشكله اداريه ان شاء الله. احنا نتمنى يعني من يعني هو خاصه عبد القادر انه ينهي هذا الاشكال الاداري، لان عبد القادر لاعب مهم ولاعب جيد، ويعني له مكانه في المنتخب الاولمبي، لاعب برز من خلال الدوري في نادي الكرخ والان مع فريق نادي الطلبه، واحنا مشاهدين عن قرب يعني عبد القادر من اللاعبين المهمين والجيدين، لكن تعرف احنا عنده مشكله اداريه، يعني هذا الامر يعني خارج عن ارادتنا، نتمنى ان يحل موضوع عبد القادر. هو مشكلته مو كبيره، جوازه خلصان ان شاء الله. كابتن هو مشكلته كبيره، جوازه. نعم. خلصان ويقدر يطلع جواز جديد، يعني من هنا الى ما ينتهي او ما يبدي معسكر دبي الثاني، ممكن عبد القادر طارق اكو حل انتم كجهاز كاتحاد كره بدها تعملون على تطلعوا له جواز جديد ويجي يلعب مع المنتخب؟ نعم 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 نعم، احنا متابعين موضوع عبد القادر، وحتى الاتحاد متابع موضوع عبد القادر، وان شاء الله موضوعه باذن الله تعالى ان شاء الله يحل ان شاء الله بالفتره يعني ابعاد عبد القادر طارق فقط لهذا المعسكر، حتى توضح الصوره كابتن، فقط لهذا المعسكر، واكو امل. نعم. على أكيد. انه يصدر له جواز أكيد جديد. هو مو بعاد،
هو مو بعاد عبد القادر، مو بعاد عبد القادر متواجد مع المنتخب الاولمبي، لكن مشكلته اداريه وما عندنا كل مشكله يعني مستواه الفني لا يعني لا غبار عليه، لاعب جيد. الابعاد الاداري خليني اكون ادق وياك، هذا الابعاد الاداري يعني راح ينحل بمعسكر دبي الثاني ويكون مع الفريق بالمعسكر وان شاء الله بالنهائيات ان شاء الله. احنا هذا اللي نتامله كابتن. نعم. يعني انا يعني تكلمت بالموضوع هذا، اكيد هذا نتامل لان احنا لاعب، هذا لاعب عندنا مهم ولاعب جيد وان شاء الله يحل موضوعه. طيب كابتن، يعني ايضا استفسارات واستغراب بالشارع الرياضي العراقي على مجموعه من الاسماء يعني اللي متجاوزه بالعمر، يعني عندنا اسماء كثيره البطوله هذه بها سن معين تلعب فيه اولمبيه يعني تحت سن 23، وعندنا اسماء سيف سلمان، همام، علي فائز، محمد حميد مدعوين للفريق وهم يعني قبل سنتين بتركيا لعبوا نهائيات كاس العالم، والعام لعبوا في سلطنه عمان مع الكابتن حكيم شاكر. يعني ما اعرف التبويب لتواجد هؤلاء والحديث عن انهم مزورين واعمارهم اكبر من السن القانونيه. كابتن فيان، احنا ككادر تدريبي يعني حتى من كان الكابتن يحيى علوان يعني بدينا بدايه يعني بالمنتخب الاولمبي ان شاء الله نقضي على هذا الموضوع ان شاء الله. حتى الكابتن عبد الغني شهد رجل يعني مو لا متحن به ولا يعني موضوع ثاني، الله شاهد. يعني من اول يوم استلم يعني حاول انه يبعد اللاعبين المزورين، يعني حتى يعني طريقته انه نبني جيل جديد للكره العراقيه. احنا هذا الفترة التجمع اللي صارت في أربيل، هذا فترة تجمع للاعبين ودعوة لبعض اللاعبين، يعني إن شاء الله أنا من خلال برنامجك إن شاء الله طيب إن شاء الله خلال يعني اليوم أو غدا بعض اللاعبين اللي أعمارهم غير حقيقية راح يعني يكون مسألة حددتوهم يعني شخصتوهم كابتن. يعني إحنا دا نحكي لمصلحة الكرة العراقية ولمصلحة المنتخبات، يعني سيف سلمان وهمام وعلي فائز ومحمد حميد يعني من يعني صار لهم 3 سنوات 4 سنوات يلعبون بالاولمبي وراحوا لعبوا منتخب وطني والان رجعوا للاولمبي، ليش انا استدعيهم واخلق هالضجه واسوي هالمشكله وانت في بالك الان وفي بال الجهاز الفني تقول احنا راح نرجعهم؟ كابتن احنا بعض الاسماء مع احتراماتي يعني يمكن المعلومات اللي واصلت لك بعض الاسماء اللي ذكرتها هي اعمارها حقيقيه وانا هذا متاكد من كلامي وان شاء الله الايام راح تثبت صحه كلامي. فهمني فهمني بعض اللاعبين اللي ذكرتهم كابتن، بعض اللاعبين اللي ذكرتهم اعمارهم حقيقيه، لكن بعض اللاعبين اليوم ان شاء الله مساء من خلال التواصل الاجتماعي او من خلال الاتصالات اللي راح تصير ان شاء الله احنا بعدنا بعض اللاعبين اللي اكو شكوك في موضوع اعمارهم وان شاء الله اليوم مساء راح تبين، لكن مو كل الاسماء اللي ذكرتها انه هذه الاسماء هي منو ملتزم بالاعمار؟ خلينا نكون صريحين قدام الناس وقدام الجمهور، منو من الاسماء اللي ذكرتها انا راح يبقى وياكم وهو عمره ما متجاوز؟ كابتن هذا الامر ان شاء الله اليوم مساء انا تكلمنا مع الكادر التدريبي الكابتن عبد الغني تكلمنا في هذا الموضوع ان شاء الله راح يكون مساء اليوم اجتماع ان شاء الله كالكادر التدريبي والكادر الاداري ان شاء الله المتواجد في اربيل ان شاء الله راح يكون اجتماع وقلت لك ان اللاعبين اللي فوق الاعمار ما راح يكون لهم تواجد مع المنتخب. زين ليش اخذتوهم اذا هم تعرفوا ليش ماخذيهم المعسكر اربيل؟ حرمتوا لاعب من حرمتوا لاعب من فرصه يتدرب بيها باربيل يثبت تواجده واخذتوا لاعب تدرون بعمره كبير وراح ترجعوه قبل تروحون لدبي. كابتن احنا عملنا تجمع، انا بدايه كلام قلت لك احنا عملنا تجمع وليس دعوه للاعبين. زين تجمع ليش تجمع؟ لان احنا مثلا اربيل صعب يجي البغداد يعني زي. تعرف انت عندنا بعض اللاعبين احنا عملنا تجمع في اربيل وليس دعوه بعض اللاعبين اللي اعمارهم الغير صحيحه، فالان صار تجمع حتى تدريباتنا الان يعني اليوم لعبنا مباراه مع فريق درجه اولى في اربيل، يعني طيب. حتى مباريات ما قدرنا نامن هنا في اربيل، زي. لعبنا مباراه مع فريق البيشمركه وغدا ان شاء الله مسافرين على اي هذا الـ هذا الـ هذا التجمع احسن من المعسكر، التجمع يعني بصوره بشكل ودي يعني تقدر تجيب اللاعب اللي انت تعرف عمره صغير، تعرف امكانيته جيده، تعرف يخدم الفريق، اجيبه ولعبه اشاركه بالمباريات اللي باربيل، انطيه فرصه ليتمرن، يتدرب، يثبت لي مو اجيب لاعب كان بالاولمبي قبل 3 سنوات وراح للعب وطني ورجع رجع رجع الان اولمبي، يعني ما تشوف هذا الامر يخليكم بمشاكل انتم بغنى عنها كابتن حيدر؟
كابتن، احنا ان شاء الله يعني الابواب المنتخب مفتوحه، هاي الدعوه والتجمع هذا ليس نهائي بالنسبه للاعبين اللي وجهنا لهم التجمع في اربيل، وابواب المنتخب دائما مفتوحه، وانت راح تشاهد لاعبين الان لاعبين جدد، دعينا اكثر من يعني تقريبا 7 إلى 8 لاعبين برزوا في انديتهم، وان شاء الله يعني احنا ككادر راح ندعمهم ونقف معاهم خلال الفتره المقبله، لاعبين برزوا في خلال انديتهم بالدوري، والابواب دائما مفتوحه، وان شاء الله خلال رجوعنا من هذا المعسكر راح تبدي اللعبات الدوري، اي لاعب راح يبرز في مباريات الدوري راح يكون له مكان في المنتخب الاولمبي، واي لاعب يكون مستواه او مشكله اداريه عنده اكيد راح يعني ما يحالف الحظ معانا في المستقبل مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله. كابتن حيدر، اتمنى تظل ويانا بالتاكيد مجموعه اخرى من لاعبي المنتخب الاولمبي المتواجدين في اربيل بهذا التجمع، مثل ما يقول كابتن حيدر جبار مدرب المنتخب، ايضا نستمع الى رايه وبعدين نرجع لضيفنا. ان شاء الله بدايه معسكر جيد، والاجواء هنا تساعد يعني الحمد لله والشكر، بس الايام السابقه قبل يومين يعني امطار يعني، بس قدرنا الحمد لله والشكر قدرنا نستمر بالتدريب، وان شاء الله نخلص هاي الفتره هنا تقريبا اسبوع ونلتحق بمعسكر ثاني بالامارات، وان شاء الله نقدر يعني نكون جاهزين قدر المسؤوليه. الاستعدادات المنتخب الان تشوفها يعني تكون افضل من السابق؟ والله ان شاء الله نوعد الجمهور نوعد الكادر التدريبي يعني استعداداتنا استعداد جيد، وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه. معسكر جيد ان شاء الله، كونه يعني بوحدات تدريبيه يعني مكثفه، وكود اللاعبين هم جايين من الدوري، استعدادات جيده كنفس يعني نفس مباراه كاداء ان شاء الله، وان شاء الله مجموعتنا هم قويه يعني لا تنسى هذا الشيء، عندنا معسكر ان شاء الله خارجي والخير فيما اختاره الله، الله يوفقنا ان شاء الله بالمعسكر. يعني استعدادكم الان ان شاء الله لسفره الامارات، واللي راح يكون الملعب البديل لاستعدادكم في اربيل او ملاقات نادي اربيل، هناك فرق بين مواجهه نادي اربيل او مواجهه فرق الاماراتيه؟ طبعا هو اكيد اكو فرق يعني بالمستوى، لكن نادي اربيل لا يقل عن الانديه الخارجيه، كونه بطل دوري لعده مواسم الدوري العراقي وصاعد اسيوي مصنف قبل سنه ثاني على اسيا، وان شاء الله يعني لا فرق بين الامارات وبين اربيل ان شاء الله. نرجع لك كابتن حيدر، يعني بديتوا تعملون على فرق اللي تنافسنا بالبطوله بالنهائيات، طبعا البطوله في قطر نهائيات، المتأهل منها يذهب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بال 2016 بالبرازيل، مجموعتنا كوريا الجنوبية أوزبكستان اليمن، بديتوا تعملون على هذه الفرق المنافسة لنا بالمجموعة كابتن؟ قدر تدريبي يعني أكيد عندنا رؤية يعني على المنتخبات، مثلا كوريا الجنوبية أكيد نعرف أسلوب الفريق الكوري، نعرف إمكانيات منتخبات كوريا الجنوبية، منتخبات أوزبكستان يعني من خلال يعني مشاهدتنا لهذه المنتخبات منتخبات متطورة خلال السنوات الأخيرة، وعندنا رؤية واضحة على 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 أسلوب، حتى إذا ما شاهدنا مبارياتهم لكن عندنا يعني أسلوبهم ووضعيتهم من خلال يعني مشاهدتنا لبعض المباريات للمنتخب الأولمبي أو المنتخبات الوطنية. المنتخب اليمني خلال بطولة غرب آسيا شاهدناه في يعني التلفاز، وعندنا رؤية على 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 منتخب اليمن وحتى على المنتخبات الخليجية بكل صراحة، لأن احنا خلال الفترة الأخيرة قدرنا أن نلعب مع أغلبية المنتخبات الخليجية، وعندنا رؤية واضحة على هذه المنتخبات. طيب كابتن، التواجد في هذه البطولة بالتأكيد يعني طلب كثير من العمل والجهد والإمكانيات والقدرات، في ظل الإمكانيات اللي اتحاد الكرة الآن يعاني من نقص، والبلد كله ما بي فلوس وتقشف، المتطلبات اللي طلبتوها انتم كجهاز فني لتحضير مثالي للمنتخب الاولمبي، الاتحاد بس يقوم بها بالتاكيد دعوه لوزاره الشباب للاولمبيه لمساعدتكم لهذا الهدف الكبير اولمبياد ريو دي جانيرو بالتاكيد. طبعا كابتن فيان، من خلال برنامجك الكريم نقدم شكرنا لوزاره الشباب والى اللجنه الاولمبيه والى اتحاد كره القدم لوضع كل امكانياتهم
ويعني ذللوا كل الصعاب للمنتخب الأولمبي من خلال دعمهم إنه من خلال المعسكرات التدريبية، يعني حتى لو كانت معسكرات داخلية وخارجية اللجنة الأولمبية قدمت إنه الدعم، وزارة الشباب أكيد وقدمت الدعم للمنتخب الأولمبي من خلال كل النواحي يعني. والآن الوفد مرتاح يعني، حتى يعني الفندق، الأجواء، الطعام، كل الأمور جيدة. نتمنى إن شاء الله يعني خلال حتى الفترة المقبلة أن يكون هذا الدعم أكثر وأكثر، وإن شاء الله نقدم لهم يعني فد هدية بسيطة، ونقدم هدية للشعب العراقي إن شاء الله للتأهل إن شاء الله للنهائيات في البرازيل، لأن تعرف أنت يعني كل المعطيات إنه دائما المنتخبات العراقية والمنتخبات الأولمبية والمتحدث اللي أمامك كابتن، تعرف أنت يعني كنت متواجد معنا في أثينا في الأولمبيات، ومن خلال يعني تحقيقنا للمركز الرابع على العالم يعني هذا يعني دعوة إلى كل اللاعبين اللي يشاهدون، إنه حتى المتواجدين مع المنتخب الأولمبي والمغير متواجدين، إنه هذه فرصة حقيقية لإثبات يعني شخصيتهم وإثبات جدارتهم إلى هذه البطولة، لأن هم يعني لاعبين جيدين ويمتلكون الكثير من المقامات اللي تخليهم إن شاء الله يعني يجتهدون عن باقي المنتخبات، ولأن هذه البطولة بطولة جدا مهمة، وبطولة كأس عالم مصغرة تعتبر، وبطولة ثانية بعد كأس العالم. هذه دعوة إلى هؤلاء اللاعبين، ودائما ما نكون داعمين لهم، إنه هذه البطولة بطولة مهمة، وإن شاء الله نتأمل من عندهم الخير إن شاء الله في البطولة، إنه يقدمون مباريات جيدة ونتائج جيدة. طيب كابتن، يعني هذا الحديث كله بالتأكيد مهم وحقيقي، لكن هذا الأمل وهذا الحلم للوصول لهذا الإنجاز لازم يسبق عمل وإعداد، وتحدثنا عن هذا الإعداد يعني بالدقائق الماضية، لكن يعني من حديثك ويانا أنه إحنا راح نروح إلى دبي، ما ضمني غير مباراة واحدة، وبعدها راح نروح مرة ثانية إلى دبي قبل البطولة، وهناك الله كريم نتفق ويا فرق. يعني الإمارات يمكن بعيدة شوية عن المستويات، أمام المستويات المتقاربة مع أوزبكستان ومع كوريا الجنوبية، والاحترام كله للفريق اليماني الشقيق، وأيضا قبل معسكر دبي الأخير لازم نرتب مباريات مع فرق قريبة من هذه الفرق اللي راح تواجهنا بالمجموعة. راح نضل نعمل بالمتوفر الممكن، أو مثل ما تعودنا بالمباريات اللي تجينا بلوشي ما بيها فلوس، لو أنتم لكم رؤية ثانية للضغط حتى تحققون مباريات ودية قريبة لمستويات أوزبكستان واليمن وكوريا الجنوبية. يعني ان شاء الله استاذ فيان الفترة يعني ان شاء الله ببداية الشهر الواحد يعني قبل خوض المباراة الاولى يوم 13 الشهر، نعم، ان شاء الله عندنا مباراتين الى ثلاث مباريات مع منتخبات قوية جدا باذن الله تعالى، يعني مع منتخبات الصين وحتى منتخب استراليا يعني طلب من عندنا مباراة، لكن تعرف بعض يعني الترتيبات الإدارية اكيد تحتاج الى ترتيبات إدارية، يعني متى السفر الى الدوحة، يعني طالبين مباراة في الدوحة، مباراة يعني الأخيرة والبروفا الأخيرة مع منتخب استراليا، يعني من خلال يعني الاتصال اللي جانا خلال الفترة الأخيرة، نعم، كل الترتيبات إن شاء الله موجودة، وتعرف أنت هو المعسكر الأخير دائما ما يكون البروفا يعني الأخيرة. أكو حديث المنتخب. أكو مفاوضات، أكو مفاوضات على مباراة مع الصين واستراليا باذن الله تعالى، مع الصين ومع استراليا، وحتى مع يمكن اتوقع يعني مع المنتخب السوري مباراه يعني، لكن تعرف كابتن بعض الترتيبات الاداريه تحتاج يعني ترتيبات اداريه، ان شاء الله نتامل انه الامور يعني تمشي على ما يرام، وان شاء الله نخوض هذه الثلاث مباريات البروفا الاخيره للمنتخب، ومن ثم الدخول في البطوله. هو يعني كابتن للتذكير، هو مرحله جيده، هو للتذكير البطوله بالدوحه، وغالبية الفرق راح تعسكر بدبي، خاصة الفرق الجاية من بعيد تعسكر في دبي حتى يعني توائم الأجواء مع أجواء قطر، وأيضا الفرق راح تكون قريبة على قطر حتى فرق التوقيت ينقتل، فبالتالي هي فرصة ممتازة أنه تكونوا متواجدين في دبي قبل التوجه للبطولة للاتفاق على مباريات. يعني هذه واضحة أمامكم، لكن احنا نحكيها حتى نحملكم المسؤولية من هسه، انه انتم متواجدين في دبي وغالبيه الفرق راح تكون متواجده في دبي وتنتقل للدوحه، فبالتالي سهل تلقى مباريات تجريبيه.
هو اكيد ان شاء الله. قلت لك انا قلت لك احنا راح يعني فتره راح تكون فتره جيده عندنا. عندنا سفر ما قبل الاخير الى دبي، عندنا بعض المباريات راح نخوض مباريات في المعسكر، ومن ثم التوجه الى قطر، وعندنا قلت لك من مباراتين الى ثلاث مباريات نحتاج الى قبل الدخول الى البطوله. لكن تعرف انت سبقتني بالكلام كابتن فيان انه دبي كل المنتخبات، والان يعني اكثر المنتخبات الان متواجده. احنا ما نريد نفصح على بعض المنتخبات لاسباب احنا تتعلق بينا ككادر تدريبي. بعض المنتخبات الان هي متواجده في دبي، وممكن انت كمنتخبات يعني في مجموعتك ما تقدر تعمل مباريات تجريبيه لحساسيه الموقف، او ما نريد نكشف اوراق بعض الأوراق أمام هذه المنتخبات. لكن كل المنتخبات هي الآن يعني أكثريتها متواجدة في دبي لقرب يعني حتى الأجواء عن قطر، ويعني كل الأمور اللي متواجدة من خلال يعني توفر كل الإمكانيات في دبي من خلال عمل المعسكرات الجيدة. إن شاء الله. كل الشكر الجزيل لك الكابتن حيدر جبار مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، وبالتأكيد الأمنيات لك بالتوفيق، والجهاز الفني الكابتن عبد الغني شهد شكر الجزيل لك كابتن لأن سمحت لنا بمدربك يجي معنا بالمباراة من أربيل، وأنتم مرتبطين بمباراة مهمة. تحية للكابتن القدير نجم الكرة العراقية حبيب جعفر وحيدر نجم. وبالتالي أصدقائي حلقة اليوم انتهت، وبكرة نلتقي إن شاء الله بنفس الموعد دائما اللعب 12 من الأحد إلى الخميس. إلى اللقاء.